اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا نوع من أنواع البشكوتو البنين برشا، وصفة سهلة مهلة اقتصادية. وصفتنا لليوم هي بشكوتو جوز الهند، باش نخدموه بيدينا، مانيش باش نستحقوا ركاز كهربائي ولا آلة باش نشكلوا بها ولا ميزان باش نوزنوا به. باش نعطيكم المقادير الكل بالكيس، بقدرة ربي تجربوا الطريقة هذه وتنجحوا فيها من أول مرة. وترحموني على والدي، إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينيل، وممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام كويزين إينيل. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا باش نقولكم على المكونات ونتعداو لطريقة التحضير. نستحقوا للوصفة متاعنا زوز بيضات، فقصتهم في الكيس هذايا لحد وين وصل لنا البيض باش نقيسوا به بقية المكونات، مانيش باش نخدموا بالميزان. اخذيت نفس القياس، زوز كيلات سكر، كيلة زبدة مذوبة، كيلة زيت نباتي، عنا زوز كيسين من جوز الهند، وعنا كيس من خميرة الحلويات من وزن 10 غرام، كيس فانيليا، وعنا قارصة باش ناخذوا المبشور متاعها الزيست متاعها. وباش نستعملوا من بعد كمية متاع فارينة وذرة متاع ملح. هذوما هما المكونات متاع الوصفة متاعنا. نتعداو توا طريقة التحضير. ناخد متوا في القصعة باش نصبوا زوز كيلات سكر، زوز بيضات، نضيفوا معاهم كيس الفانيليا، ذرة من الملح، وباش ناخدو هاك القارصة نبشروا لها الزيست متاعها. باش نبداو توا نخدموا المكونات هذوما بيتينا تقريبا مدة دقيقة، يتجانسوا مع بعضهم، الخليط متاعنا يولي أبيض. نكمل توا العملية هذه واضحة، باش نقعد نخلط فيهم بالشكل هذايا ونرجعوا من بعد باش نوريكم النتيجة اللي لازم نتحصلوا عليها. ما حاجتناش باش نذوب السكر 100%، لكن لازم الخليط متاعنا يولي اللون متاعه أبيض. هذه راهي مرحلة مهمة باش البشكوتو متاعكم ينجح معاكم ويجيكم خفيف. هذه هو الخليط متاعنا كيفاش نتحصلوا عليه. نصبوا توا كيلة متاع الزيت النباتي، نخلطوا بنفس الطريقه تقريبا نصف دقيقه. المقطع هذا راني سرعت فيه لكن العمليه واضحه. كيف تشوفوا الزيت تخلط مليح مع بقيه المكونات، نصبوا الكيلة متاع الزبده وباش نكملوا نخلطوا بنفس الطريقه. خلطنا المكونات هذوما مليح، نضيفوا عليهم توا زوز كيلات من جوز الهند، نخلطوا بنفس الطريقة. قعدوا لنا زوز مكونات باش نضيفوهم اللي هما الخميرة والفارينة. خذيت توا لهنا الصفية باش نضيفوا هاك الكيس متاع خميرة الحلويات من وزن 10 غرام، الخميرة والفارينة ديما تغربلوهم. وباش نبدا نضيف توا في الفارينة بشوية بشوية، وين نلم في الخليط متاعي، مانيش باش نعجنوه جملة، نلموا العجينة متاعنا لمين. نتحصلوا على عجينة طرية ماهيش يابسة وماهيش تتلصق. باش نستعملوا 450 غرام من الفارينة. انتوما تاخذوا رطل فارينة وتنقصوا منه زوز ملاعق متاع أكل ما يعادل 50 غرام باش تجيكم 450 غرام. والناس اللي عندها ميزان توزن 450 غرام من الفارينة. نضيفوها على مراحل واحنا نلموا في الخليط متاعنا من غير ما تعجنوا، ردوا بالكم تعجنوا البشكوتو. هذه هي العجينة متاعنا تلمت. نتحصلوا على عجينة طرية ماهيش تتلصق وماهيش يابسة. ما تكثروش في كمية الفارينة، ما كانش البشكوتو يجيكم ملبت. وما تعجنوهاش، دوب ليش تلموها. باش نمشيو توا نشكلوها مباشرة من غير ما نرتحوها. خذيت توا الميزان باش نوزنوا قطاعة من العجينة. الوزن متاع القطعة 30 غرام. تنجموا تعملوهم أكبر وإلا أصغر على حسب الرغبة متاعكم. وإذا كان ما عندكمش ميزان حاولوا تقطعوهم بالعين باش يكونوا كلهم فرد قياس ويجي من بعد الشكل متاعهم مزيان. نكوروهم بين يدينا، نتحصلوا على كويرة بالشكل هذايا، نحطوها في الطبق اللي باش نطيبوا فيه، حطوا فيه ورق الفرن وإلا تدهنوه بالزيت، وتخليه مكان فاضي ما بين الكويرة والكويرة على خاطر من بعد كي باش يطيبوا باش يزيدوا يتنفخوا ويتحلوا باش ما يجيوكمش لاصقين في بعضهم. توا واضحة العملية، نكمل نقسمهم الكل ونشكلهم كويرات ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المراحل.
كمان شكلنا الكويرات متاع العجينة الكل. اخذت صحفة حطيت فيها كمية قليلة متاع ماء، تقريبا ملعقة متاع أكل، وحطيت عليها شوية قهوة سريعة الذوبان. نخلطوا المكونات ذوما، وباش نضيف عليهم أصفر بيضة، ونزيدوا نخلطوهم مع بعضهم. الخليط هذية تو باش ندهنوا به الكويرات متاع العجينة، باش من بعد الشكل متاع البشكوت متاعنا يجي مزيان. حضرت كعيبات لوز توا باش نزينوا بيهم. باش نستعملوا 40 غرام من اللوز، كميه قليله. تنجموا زيد تعوضوا اللوز بالكاكاويه، وتنجموا تنحيوا اللوز والكاكاويه تخليهم كويرات كيما هما، تنزلوا عليهم شويه. كل كويره نرشقوا فيها كعبه لوز وتحاولوا تنزلوا عليها شويه. واضحه توا العمليه؟ من بعد باش نرجعوا ندهنوهم بك الخليط اللي حضرناه اللي فيه اصفر البيض والقهوه، وباش ندخلوهم نطيبوهم في فور سخون على 160 درجه، نار تشعل من فوق اكهو. باش البشكوت متاعكم يتشقق ويجي الشكل متاعو مزيان، لازم تشعلوا عليه النار من فوق في الاول مده 10 دقائق الاولانيين، ما نشعلوش النار من لوطه. تحطوا الطبق متاعكم من فوق وتشعلوا عليه النار الفوقانيه. وقت اللي تشوفوا الكعبه متاع البشكوت تنفخت وتشقق الشكل متاعها، وقتها تشعلوا عليها النار من لوطه وتخليوه يكمل يتحمر من فوق ومن لوطه. هذا هو تو البشكوت متاعنا حضر، يجي ما شاء الله الشكل متاعو مزيان برشا، الطعم متاعو بنين خفيف مقرمش. جربوا الوصفه هذيا وبقدره ربي ترحموا لي على والديا. ساهله ماهله اقتصاديه، تحضر تقريبا في ربع ساعه. ان شاء الله الفيديو فاتكم وقدم لكم الاضافه. اذا كان عندكم اي ملاحظه ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناه كويزين باي انيل. نتقابلوا ان شاء الله في وصفات اخرين. واخر حاجه نقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. ان شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمه، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويبلغنا ويبلغكم العيد على خير. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.